لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. خد الحاج عامر حسين رئيس لجنة المسابقات. حاج عامر تحياتي. حياتي ازي حضرتك يا باشا؟ اهلا بيك. كله تمام الحمد لله. يعني في أسئلة كتيرة جدا حبينا نتكلم فيها وطلبنا ان احنا نكلم حضرتك لان الجمهور الزملكاوي كله وكتير من الجمهور المصري بيتساءل عدة تساؤلات اهمها ازاي نلعب الدور الثاني للدور الاول. لا ده على طول كده احنا عمرنا ما احنا هنا الدور الاول بالمؤجلات وبعدين لعبنا الدور الثاني. لا على طول كده. ده مش جديد يعني. على طول كده بأجل 3 4 ماتشات من هتلاقي دوري كده مش هتلاقي. احنا مرة لعبنا الدور الاول بمؤجلاته قبل الدور الثاني. مرة عاد يعني في 2016 نادي الزمالك كان لاعب مباراة المقصة هي الشهيرة دي. ممكن يبقى في مباراة لكن ما يبقاش 3 4 مباريات. طب ما مباراة زي 10. لا مش زي 10 طبعا يعني لا. فين مبدأ تكافؤ الفرص يا حاج عامر؟ لا احنا بنتناقش في الايه حتة كلمة تكافؤ الفرص دي كلمة مطاطة. فاحنا بنتكلم في الحدث الايه الاول. الاول الاول ان أيوة. احنا لو يعني انت شايف ان ده شيء طبيعي ان الدور الثاني يتلعب فيه يتلعب قبل 3 مباريات من الدور الثاني من الدور الاول. اديني اشرح بس عشان الناس تفهم. اتفضل. الموضوع ده بيبقى عايز تنسيق وعايز كلام مترتب. اتفضل خد راحتك. احنا لو عدنا المؤجلات والانديه كلها اللي لعبت 16 مباراه ما عندهاش مؤجلات خرجت من كاس مصر واستنت المؤجلات هتقعد شهرين شهرين ونص ما تلعبش كوره. فلازم كل فتره على الاقل 10 ايام 12 يوم ادخل اسبوع عشان اضمن ان الناس كلها رجليها في الملعب بتلعب في الدوري. مش هقدر الناس اللي ما عندهاش مباريات ان هي تتفرج على المؤجلات الفتره دي كلها. اكيد في ضرر للانديه ديت لان حضرتك عارف ان اللعيب لما يقعد وعارف انه هيلعب بعد شهرين عارف ان هو الوضع اللي هو هيبقى فيه. مين الفرقه اللي هتقعد شهرين ما تلعبش؟ ما اقدرش استنى المؤجلات كلها كامله وبعدين العب الدور الثاني. لان وانت بتلعب حتى المؤجلات ان في مؤجلات بتحصل جديده في انديه بتكمل فبتحصل تاجيلات جديده. ولما تبدا الدور الثاني مثلا لو بدات الدور الثاني في يناير انت عندك في يناير في ناس هتلعب الملحق الافريقي وفي انديه هتلعب دوري المجموعات يبقى برضه هيتاجل لها. انت لو اتكلمت على كلام على تكافؤ الفرص انت برضه لما تبدا الدور الثاني معنى كلامك ان كل ما نلعب اسبوعين من الدور الثاني الانديه المشاركه عربيا او افريقيا عندها مؤجلات يبقى برضه عشان تكافؤ الفرص او موقف لغايه ما الانديه الثانيه ديت تيجي وتلعب ماتشاتها يبقى بنلعب على سطر و10 سطور. لا طيب هل في ظل وجودك رئيس للجنه المسابقات حصل ان فرقه لعبت الدور الثاني وبقى لها 3 او 4 مؤجلات من الدور الاول؟ نادي الزمالك. نادي الزمالك حصل كان ليه 4 لقاءات 2016. لا كانت مباراة او 2 ما كانش 4 مباريات. ايوه يعني فرق 2 من 3 يعني احنا بنتكلم على مبدأ دلوقتي بنتكلم على عدد. خليني اعدي النقطة دي انا مش مقتنع بس هعديها. 2016 بس بعد اذن حضرتك هعديها. 2016 لا ما تعديهاش انا ما بحبش اعدي حاجة. لا ما هي لازم اعديها. لا 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 ما تعديهاش احنا بنتناقش في حاجة ما نعديهاش. يعني في 2016 احنا بدأنا الدوري متأخر سبتمبر 15 سبتمبر وكان نهائي افريقيا اللي لعبه الزمالك مع صن داونز كان في شهر 10. كان الزمالك 5 مباريات في الدوري اتلعبوا الزمالك لعب مباراة واحدة يعني 5 مباريات وتأجل 4 مباريات. 2016 كان في عندنا القيد كان في أول يناير. يعني دخلنا على القيد على طول. في 2013 2014 في دوري لعبناه 24/12. يعني دخلنا على القيد بتاع على طول بتاع يناير بعد أسبوعين من الدور الأول ماتشين من الدور الأول. وبعدين حته تكافؤ الفرص اكملها بس بعد اذن حضرتك. اتفضل يا فندم. تكافؤ الفرص انت في يناير نفسه لما تيجي تلعب في لعيب بيلعب مع نادي في الكاس بيخرج وتاني يوم بيلعب مع نادي تاني جديد بعد يومين او ثلاثه او في ثاني يوم في الكاس ضد نفس الفرقه او ممكن بيمشي من فرقته وبيلعب ضد فرقته بعد ثلاث اربع ايام لان الكده ده شهر شهر كامل لعيبه وانت بتلعب في يناير ناس بتمشي من هنا بتلعب هنا بيلعب ضد النادي بتاعه. فاستحاله تقول لي تكافؤ فرص طول ما في فتره كيد في يناير شهر كامل من حق اي لعيب يمشي ويلعب ضد ناديه او يلعب دورين كاس نفس الدورين يخرج من دور 16 يلعب دور 16 مع فرقه ثانيه. كل الامور ديت صعبه في ظل موجود ان في شهر كيد ثانيين. طب انا برضو عايز اسالك الاهلي وصل لعدد 9 لقاءات
وهو بيلعب في البطولة الإفريقية أو البطولة العربية. الزمالك لما كنت بتتكلم المؤجلات بتاعته كانت 4 بس، وكان مضغوط بيلعب كل 48 ساعة. لا 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 لا، وكان بيلعب ما بين المباريات الإفريقية مباريات. لا حضرتك ده كلام عام، ما بقول لحضرتك. لا مش عام. لا ما انت حضرتك اصلا ما ركزتش معايا. انا بقول لحضرتك الدوري وقت 2016 وقت الزمالك الدوري اتلعب 15 سبتمبر وانتهى في شهر 10، البطوله انتهت في شهر 10، يعني كانت فتره ضيقه جدا اللي احنا بدانا فيها الدوري والزمالك لعب فيها النهائي، فطبيعي ان بيتاجل تاجله 4 مباريات من 5 اسابيع كان يتلعبوا في الفتره ديت. طب اسالك بس، احنا الدوري دوت لعبناه في 31/7، تخيل انت الفتره من 31/7 ل 15 سبتمبر كم الماتشات اللي اتلعب، فطبيعي ان عدد المؤجلات يزيد. وبعدين حضرتك بتتكلم على الاهلي بس، ما النادي المصري كان عنده نفس عدد المؤجلات، اقل ماتشين بس اللي هم بتوع البطوله العربيه عشان المصري ما اشتركش في البطوله العربيه، والاهلي كان لعب 3 لقاءات في البطوله العربيه. يعني النادي المصري حتى مقارنه بالنادي المصري والنادي الاهلي هتلاقي نفس الوضع. طيب انت غيرت جدول المؤجلات للنادي المصري زي النادي الاهلي، يعني انت اخترت النادي الاهلي كده جدول؟ يعني غيرت، يعني البيراميدز لا، الاسماعيلي لا، لا لا لا، اول حاجه هات لي اي حاجه كنت اي دوري، اي دوري لعبناه من 10 سنين اللي فاتوا ان احنا لعبنا مؤجلات الترتيب مش هتلاقيها. طب ايه السبب؟ ليه ما يتعدش؟ بدليل لان مباراه الزمالك والمنافسه اللي حضرتك عليها دي كانت في بدايه الدوري في الاسبوع الثالث من الدوري، اتلعبت بعد الاسبوع السابع من الدوري الثاني. مباراه الزمالك والمنافسه كانت في شهر 3. طب يعني مباريات الاهلي ايه السبب بقى؟ ايه السبب؟ اتفضل. انما هي المقارنه واحده يعني. السبب على ان في ناس عندها مشاركات، في ناس عندها كاس مصر، في ناس عندها البطوله العربيه، في ناس زي الاسماعيلي لعب تمهيدي افريقيا الوحيد اللي لعب تمهيدي افريقيا، في النادي المصري ما كانش عنده بطوله عربيه، في انديه زي الاتحاد عنده بطوله عربيه بيلعب، يعني المشاركات مختلفه. لو استنيت تلعب بالترتيب يبقى بقول لحضرتك هتاخد شهرين ثلاثه عشان تخلص المؤجلات، لما كل واحد يخلص الارتباط اللي عنده عشان تلعبه بالترتيب، يعني تستنى حتى اللي عنده مؤجل هتقول له اقعد، لا اقعد استنى لغايه اللي انت عندك مؤجل ايه تلعبه بالترتيب. بس الشاهد ان المباريات الصعبه تم تاجيلها، يعني الاسماعيلي، بيراميدز، الزمالك، هذه المباريات هي الاصعب. الاهلي لعب الاسماعيلي اول ماتش في الدوري، يعني لا بعد مع الاسماعيلي لا بيراميدز، وتاني اسبوع لعب المصري بيراميدز. بيراميدز الزمالك بقى والاهلي كويس، الثلاثه دول هم اللي بيتنافسوا، والمقصه دول اول وثاني وثالث الترتيب. فدولت مش هيوافقوا يلعبوا الا ما تقرب عدد المؤجلات بينه وبين النادي الاهلي. جبت منين مش هيوافقوا؟ ليه ما قلتش؟ يعني انت انا عارف الكلام دوت. عارفه من مين؟ انت جبت منين ان هم هيوافقوا؟ طب وانت عرفت ازاي انه مش هيوافقوا؟ انا عرفت من نادي الزمالك نفسه. انت لا، انا هسالك سؤال تاني، بيراميدز ما عندوش اي التزامات، ليه ما لعبش الاهلي لا في الدوري؟ نادي الزمالك واسالهم ونادي بيراميدز. لبيراميدز ليه ما لعبش مباراة الدوري المجلد ومباراة الكاس في الاهلي؟ ليه ما لعبش الاهلي في التوقيت ده رغم ان الاهلي كان فاضي؟ مش عايز تبقى مناقشة، خلينا عشان الناس تفهم. طب ما انا عايز برضه تقول يا حامد، ما انت عايز تقتنع بحاجة بتاعتك، ليه ماشي مع الزمالك ليه؟ انا بسألك انت. انا بقول لحضرتك عشان الاهلي يلعب بيراميدز الاول قبل ما الزمالك يلعب بيراميدز طبقا لترتيب الجدول، لان الثلاثة دول هم بيتنافسوا مع بعض. طب اسألك بس سؤال يا فندم، انت بتقول علشان ترتيب الجدول يلعب لا ما تدينيش الايحاء بس انك انت بتوجه لي اتهامات. لا مش اتهامات، انا بتساءل بس تساؤلات بريئه جدا يا حاج. انت بتقول لي انا ماشي بالترتيب الاول الاهلي وبعدين فين الترتيب في مؤجلات النادي الاهلي لو انت ماشي؟ انا ما قلتلكش انا ماشي بالترتيب. لا انت لسه قايل من فين؟ اذا كان انا بقول لحضرتك لو ماشي بالترتيب هقعد شهرين ونص وعمرنا ما مشينا بالترتيب، تقول لي انا قلت لك انا ماشي بالترتيب؟ لسه حالا ارجع لكلامك. لا ارجع لكلامك انت، الكلام ده هو ارجع عندك. انت لسه بتقول لي لحظه، انا بقول لك الاهلي لحظه والزمالك انا بس مش عايزك تنفعل، خليك هادي خليك هادي. لا لا هادي جدا، خليك هادي هادي جدا، ما تديش الايحاء دوت، خليك هادي. بص الكلام السؤال اللي انا جبت عليه قبل كده، بص يا بقول لك الاهلي والزمالك وبيراميدز مش هيلعبوا بعض الا لما عدد المؤجلات تقرب منهم. ولما الثلاثه بيتنافسوا يبقى ترتيب الاهلي وبيراميدز يلعبوا الاول قبل الزمالك وبيراميدز يلعبوا بعض. بس انت لسه قايل الاهلي والزمالك هيلعبوا بعض. طب بيراميدز في الكاس السؤال الاخير، يعني الفرق دي متنافسه مع بعض، اما بقيه المباريات استحاله تعملها بالترتيب. الاهلي وبيراميدز في الكاس، انت بتلعب دلوقتي دور الثمانيه وتلعب منه حاجات، ولسه بيراميدز والاهلي في البدايات لم يلعب رغم ان الاهلي خرج وبيراميدز فاز. نعم في علاقه هو الكاس بالنقط ياثر حضرتك ايه يعني يلعبوا في اي وقت؟ لا لعبوا بعد الدوري خالص. لا ياثر لما الاهلي يجيب لعيبته الكاس ده كل دور لوحده يعني. انت معلش ياثر لما الاهلي ياخد صفقات يناير، هو مش بياثر معايا انا، ده مبدا تكافؤ الفرص اللي لازم حضرتك تكون حريص عليه. حضرتك بتدافع عن بيراميدز يعني دلوقتي ولا ايه؟
طبعا بدافع عن اي نادي مصري. طب ما نادي بيراميدز يطلع يتكلم. ما انا انا بكلمك بالنيابه عن نادي بيراميدز، الراجل متضررين لان هم ما بيلعبوش الاهلي. يطلع لهم مسؤولين يتكلموا طبعا. انا بتساءل، انا دوت ما عندوش لعيبه طبعا. لا انا مش بتساءل، انا بتساءل انا كواحد. هو القيد، انا بقول لحضرتك برضه، هو القيد المفتوح لنادي واحد يعني بيراميدز ما عندوش فلوس ان هو هيجيب لعيبه في يناير. طيب انا من مصلحتي كمنافس ان احس ان الدنيا فير، الاهلي ما لعبش ليه مباريات. لا لا تحس، خلي بقى المسؤول هو اللي يتكلم. الايه كده مش منافس انت كده بقى، مش مش ناقد بقى ولا مذيع. امال ايه؟ لا خلي مسؤول النادي بيطلع يقول كده عشان يحس، يعني هو المفروض يحس ان هو في فير. انا لما الاقي دور الثمانيه بيتلعب، انا نادي منافس، انا نادي منافس، انا انا قناه نادي الزمالك وبنتساءل لما لا يكون لا مسؤول نادي الزمالك يطلع يقول الكلام ده. ما مسؤول نادي الزمالك راح لكم الاتحاد، احنا بنمثل نادي الزمالك، راح الاتحاد وقال الكلام ده. دلوقتي بقول لي نعم. لو مسؤول نادي الزمالك ما عندوش الاحساس ان هو الدنيا فير، هو اللي يقول لحضرتك وانا اجاوب عليه. طب ما احنا بنكلمك بالنيابه، احنا بنمثل نادي الزمالك. حضرتك مش مسؤول عشان تتكلم بالنيابه. مش مسؤول. طب ما احنا اعلام زملكاوي عايزين نعرف. لا بعد اذن حضرتك مسؤول، الحاجات دي المسؤول يتكلم عليها، الاحساس دوت المسؤول اللي يتكلم فيها. ازاي؟ ما انا ما اعرفش ازاي، جمهور الزمالك مش من حقه يعرف؟ انا بقول لحضرتك. الراي العام الزملكاوي مش من حقه يعرف؟ بيتساءل. يعرف ايه؟ بيراميدز والاهلي ما لعبوش في الكاس ليه؟ برغم ان الاثنين فاضيين. لخبطه في الجدول وعدم الترتيب وقابل المؤهلين الاول وبيراميدز بعدين. انت هتعيد تاني موضوع الترتيب؟ احنا مش هنجاوبنا على موضوع الترتيب. طيب والكاس، مباراه الكاس ما ردتش عليها بعد اذن حضرتك بس دقيقه واحده. هات 2016 قول لي شوف الزمالك لعب الترتيب ولا لا. انا بسالك سؤال مباشر عن الكاس وعدد المباريات المؤجله للزمالك عمرها ما وصلت لتسعه. والله بص انت يا حاج عامر غير مقنع بالمره، يعني انت كلامك غير مقنع بالمره. وفي النهايه احنا بنقول لك احنا اعلام زملكاوي، مش عايز ترد، ولا عايز ترد اتلعبت مباراه الكاس ليه، ولا عايز ترد على المؤجلات ليه. رئيس لجنه المسابقات واحنا بنساله بيهرب بيهرب مش عايز يرد. لا انا طبعا انا يعني بعتذر للمتابعين وللمشاهدين ان مسؤول لجنه المسابقات هرب، ما عندوش رد. انا متاكد انه هيهرب. صحيح انا كنت شويه حاد بس ده احساسي كزملكاوي. وبعدين انت حضرتك بتاخد فرصتك في الرد ومش عايز ترد، عمال تراوغ وتلف، لكن الكلام فير. فين مباراه الكاس؟ انت بتلعب دور الثمانيه ولسه ما لعبتش دور ال 32 ولا ال 16. ده كلام ده فين؟ ويقول لي ايه مصلحتك انت مالك، خلي بتوع بيراميدز يتكلموا. طب يا عم الحاج ليه المباراه الصعبه للنادي الاهلي ما اتلعبتش؟ لا ما بمشيش بالترتيب. لو عندك حجه كنت تقدر تتكلم، لكن حجتك ويا ريتك ما دخلت. احنا علشان ما حدش يقول ان احنا بنهاجم من غير اسمع، لا احنا بنهاجم وقلنا نسمع ونسال ويرد، لكن هو للاسف ما عندوش حجه وما عندوش دليل. انا ما اقتنعتش مع الجمهور، انا سايب الراي، انا مش مقتنع باي رد. لا مقتنع بترتيب المؤجلات بأمان عشان كده جادلته، ولا مقتنع بتأجيل مباراة الكاس. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.